السلام عليكم يا شباب. اولا كل سنة وانتم طيبين. تاني حاجة انا عايز اكلمكم عليها هو ازاي حصل الاتساع الكوني وايه هو شكل الكون. تمكن فريق من الباحثين من القاء نظرة على المرحلة الاولى في عمر الكون، تعتبر الابعد والادق لحد دلوقتي. احب افكركم في الاول ان المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة. الباحثين حللوا احدث البيانات متعلقه بخلفيه الكون الاشعاعيه اللي تم التقاطها من مرصد دبليو ماب وبلانك، تمكنهم من رؤيه حاله الكون في اول 100 سنه بعد الانفجار العظيم، اقصد 100,000 سنه. يقول البروفيسور اريك ليندر استاذ الفيزياء النظريه في جامعه بيركلي، البيانات اللي حصلنا عليها تتفق مع الصوره المعروفه عن مراحل الكون المبكره واللي كان بيسودها الاشعاع، بس البيانات بتشير لوجود فائض في الاشعاع الكوني فوق ما يمكن ان نتوقعه من فوتونات الانفجار العظيم. ويضيف المشتبهان الاساسيان وراء زياده في كميه الجزيئات، اما ان هي نسخه جزيئات النيترينو اللي كانت موجودة في بداية الكون، والطاقة السوداء المضادة لقوة الجاذبية دي اللي بتعمل على تسارع اتساع الكون. يقول كمان ان اكتشاف الطاقة السوداء مراحل مبكرة من عمر الكون ما بتقدمش بس رؤية جديدة عن اصل اتساع الكون، لا كمان تقدم دليل جديد على نظرية الاوتار، زائد طبعا مفاهيم تانية. والتجارب الحالية لقياس خاصية الاستقطاب الإشعاع الكوني بتوفر المزيد من المعلومات عن الفيزياء البدائية للكون. طيب ايه هو شكل الكون اصلا؟ تعال الاول نعرف هندسية الكون. وفقا للنظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين بأن الفضاء ممكن ينحني بالكتلة نتيجة أن كثافة الكون اللي هي الكتلة الموزعة على حجم الكون تحدد شكل الكون وكمان بتحدد مستقبله. العلماء حسبوا الكتلة الحرجة للكون، الكتلة الحرجة للكون بتتناسب مع مربع ثابت هابل بيستعمل في حساب معدل تمدد الكون. مقارنة الكتلة الحرجة مع الكتلة الفعلية بتساعد العلماء في فهم شكل الكون. لو الكتلة الفعلية أقل من الكتلة الحرجة فمعنى كده أن المادة الموجودة هتبقى غير كافية لوقف تمدد الكون وهيفضل يتمدد للأبد. الشكل النهائي هيبقى زي سراج الحصان اللي هو معروف بالكون المفتوح. أما لو كانت الكتلة الفعلية للكون أكبر من الكتلة الحرجة فده معناه ان المادة الموجودة هتكون قادرة على وقف تمدد الكون. في الوقت ده هيكون الكون مغلق ومحدود، هيكون على شكل الكروي على الرغم من ان احنا مش عارفين نوصل لنهايته. مجرد ان يتوقف الكون عن التمدد هيبدأ في الانكماش، مجرات بدل ما بتبتعد عن بعضها هتبدأ تقرب من بعض. في النهاية الكون هيتعرض لعملية، بدل الانفجار العظيم هيبقى الانسحاق العظيم. طبعا لو احتوى الكون على كتلة كافية من المادة لوقف التمدد فمعناها ان الكتلة الفعلية هتساوي الكتلة الحرجة، هيتضاءل معدل تمدد الكون تدريجيا. في الحالة دي الكون هيكون مسطح وغير محدود الحجم. قياس ابعاد الكون، تعالوا نشوف قياس ابعاد الكون. الوقت اللي بيدرس فيه العلماء المجرات البعيدة في القرن العشرين ادرك الفلكي ادوين هابل ان المجرات بتبتعد عن مجرتنا، يعني بتجري مسرعة مبتعدة عن مجرتنا ضرب التبانة. بعدها اعلن ان الكون بتاعنا بيتمدد في جميع الاتجاهات. في الوقت ده اعتمد الفلكيين على قياسات السوبر نوفا غيرها من الاجرام لتنقيح قياسات سرعة تمدد الكون. اداة تانية بيستخدمها العلماء لقياس تمدد الكون هو قياس الإشعاع المرجعي لتحديد شكل الكون. عمل ناسا ويلكسون عمل على تحقيق بين خواص الموجات الميكروويفية اللي هو الدبليو ماب، قياس تقلبات الأشعة المرجعية عشان يحدد إذا كان الكون مغلق أو مفتوح. سنة 2013 أعلن العلماء أن الكون بيعتقد أنه يكون مستوي بنسبة خطأ بتصل 4%. لحد هنا خلصت حلقة النهاردة. المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم.